دار براعم نينوى للأيتام يعتبر من دور الإيوائية في محافظة نينوى. نستقبل الأيتام من سن 6 سنوات إلى سن 18 سنة على شرط أن يكون يتيم الأبوين أو يتيم أحد الأبوين. حاليا تم افتتاح الدار، والدار يستقبل الأيتام بعد خروج داعش من مدينة الموصل. هناك خدمات كثيرة تقدم من قبلنا للأيتام داخل الدار، منها خدمات إنسانية واجتماعية وتربوية، حيث أن اليتيم له حصة على في الدار من ناحية المأكل والملبس والمشرب، وكذلك هناك برامج ترفيهية للأيتام في داخل الدار وبرامج اجتماعية. بدأنا باستلام الأطفال اللي بالمخيمات واللي بالبيوت اللي كانوا متواجدين، فافتتح هذا الدار دار براعم للأيتام، وصار عندنا هسه حاليا 12 طفل متواجدين بالدار. كان تنسيقنا مع عمليات نينوى وخاصة مكافحة الإرهاب باستلام الأطفال المتواجدين اللي كانوا أكثريتهم تحت الأنقاض، ومن استلمناهم يعني أطفال أعمار كان كلهم أعمار صغار جدا. عندنا أصغر طفل استلمناها عمرها يوم واحد، فبالبداية كان ما مفتوح الدوائر التابعة للرعاية الاجتماعية، ففتحنا دار نينوى للأيتام التابعة لقسم المرأة والطفل في محافظة نينوى.